مساكم الله بالخير. اليوم يوم رواتب وبداية ويكند ومقبلين على موسم الشتاء، موسم البرد. جينا عند سينا سنتر، جميع ما تحتاجه العائلة تحت سقف واحد، وعائلتي كلها بذيت داخل، كل واحد مسك له قسم. دخلنا هالحين وبس ما ندري متى نطلع. ليش؟ لكبر المكان ولتنوع الألبسة والحاجات الموجودة داخل، جميع مستلزمات الألبسة موجودة داخل. الحقوا على التخفيضات، تخفيضات. شوفوا وين فزع. شو تسوي هنا؟ هذول ما يدفنك بشتى يا فزع. هذا حاط، تسمع اللي يقول يدمس سنف العسل، هذا هو جايبنا هذا علشان ياخذ الالعاب. يشفع لك تدري شو؟ يشفع لك المصحف. صح. يلا خذ جاكيتات. يلا عشان شرى لي جاكيتات. وانت شغلتك الالعاب. في. شوف يا حبيبي، هنا في قسم الفري، ان بغيت فروه وان بغيت الثوب المغربي. ايش رايك؟ والله ممتاز. ها مقاسك؟ قل احبك بزاف. احبك بزاف. صافي؟ صافي. وزقينو. قسم كامل للتخفيضات من 15 الى 25 ريال، ومن هنا من 20 الى 30 ريال. طبعا في جميع المقاسات من 25 الى 35، ومن 20 الى 45 ريال. ملابس اكثرها شتويه، وزان وقت المكاشيت والطلعات. شوفوا ما شاء الله. قسم كامل للمفارش، حتى مفارش الاسره. قسم كامل للمناشف والخدادية. هذا القسم الولادي الصغار، بدل رياضية شتوية. طبعا المحل مرة زحمة ما شاء الله تبارك الله، واضح ان هالحايل عارفين المكان صح. وفروا من الداخل، وفيه جميع الالوان والمقاسات. عاد هذا الجاكيت للزين، شوفوا المقاس والشكل والموديل والخامة. خامة مرة ناعم. قلبش على الخروف الصغير. انعت من تبن للشاي والقهوة. ليش انا مركز على الشنطة الصغيرة؟ لكن جميع المقاسات والاشكال موجودة وبأسعار مناسبة. الطابق الثاني ما شاء الله تبارك الله، قسم النسائي وقسم الرجالي، قسم كبير. بس هذا شو عندك القسم عند النسائي؟ يصار لا انت رجل ولا انت مرأة؟ ابشتري مرتي. تشتري مرتك؟ ايه. وش مرتك؟ اعترف. قصدي ادور النوتنات. دور النوتنات. تعال. ما شاء الله تبارك الله، كيف تقضيه؟ والله فله. ها؟ وش هالتسبحيه هاي كلها نعول؟ صحيح، ما خذيت انت جاكيتات وملابس؟ الا خذينا ثلاث عربيات. ثلاث عربيات؟ الله يعين، لكن ابشركم من عليه تخفيضات واسعار مناسبه. يلا خذ راحتك. اسيبها انا واخسر. طيب شفتوا نوت وينه؟ شكله تقش. خلينا ندور نوت. هذه نوت ولقيناها. نوت كيف شفتي السوق؟ بخصوص الألبسة الشتوية، الجاكيتات وكل شيء، كله جودة وشكل جنن. ما شاء الله تبارك الله. والسعر أهم شيء. السعر تخفيضات ممتازة جدا. أشوف صرنا تقضي عربية كاملة. هي كاملة يعني لشتة كاملة. وقسم الرجالي فيه جميع المستلزمات الرجالية، الثياب، الملابس الداخلية، الجاكيتات. سواء اللي الكت او سواء بكم كامل. شوف المعساف، هذه كم كامل، شيء يلبس على بدل وشيء يلبس على ثياب. هذه ما تخليك تلبس بجايه. هذه عز الله انها دفيه بالحيل. ثقيل. خامه، عز الله انها خامه وفخمه. يا سلام، في تنوع كبير جدا بقسم الرجالي، حتى عزكم الله الاحذيه والجزم. الغريب اشوفك ما اخذت شيء، ليكم ما في شيء جاهز لك. اربع عربيات تنتظرك تحت. الا الشنطه هذول تبهرنا نفس العاده اسوء ولا تعدى؟ ان شاء الله ما يشوفونا هنا. الله قشن كل شيء. قشن كل شيء، ما خلوا شيء. هذا اللي يقول عقلها؟ ايوه عاشت عمرها. قتلت؟ قتل على الله. هذا اللي كبر الاغراض ما هم بينات. طبعا اوقات الدوام من 8:30 الصباح الى 12:30 بالليل بدون توقف.